الحمد لله قدرنا نحصلوا على المنصب الاولى اليوم. نهدي هذا الفوز لولايه قسنطينه، كنت من بازي على هذه الطابة هنا ربح في ولايتي. الحمد لله ربحت كما كان الحال، عرفنا كيف نسيروا القوة تاعنا في 120 كيلو، الحمد لله رب العالمين. العقوبة الجاية إن شاء الله. اليوم نشهد نهاية المرحلة السابعة التي ربطت سطيف بقسنطينة. نحن في مدينة الجسور المعلقة، مدينة رائعة جدا، كل الحاضرين استمتعوا بالمناظر الخلابة. كذلك اليوم نحن جد سعداء بفوز البطل فركوس أيوب ابن مدينة قسنطينة، والذي أبى إلا بسعادة الشعب القسنطيني اللي حضر بقوة.